السلام عليكم بناتي خياتي، كيما راكم تشوفوا اليوم قلت ندير معكم المبسس. يجي ما شاء الله، يجي طري، يجي روعه، يجي معسل، يجي الله يبارك. حبيتوا الوصفه، حبيتوا المقادير تاعو، روحوا معايا المطبخ تاعي باش تشوفوا المبسس كيفاش انا نحضره. قبل كيما راكم تشوفوا انا كنت راح ندير كيما قلت لكم المبسس. انا كيفاش راح ندير الطريقه تاعي اللي نديرها بهذا الكاس، الكاس اللي حبيتي بول كاس، المهم تبعي برك الطريقه وكملي انت المقادير. كيما هنايا انا عندي 3 كيلات تاع سميد متوسط، عندي كل كيله انا درت هكذا مغرفه صغيره بلا تاع ملح والسكر في كل كيما نقولوا حنا بول. وانا هنايا درت بين الزيت والسمن هاوليك، ونحي قيس دو دوا برك. هذه هي وهذا انا هذا هو المبسس نديرو هكذا دايب، نخلط هكا شويه. كاين اللي يدير مزهر، كاين اللي يدير لافاني، انا لا ندير كيما زمان، ما ندير حتى اغوم هكذا. بسم الله، سمحوا لي راني بيد وحده دوك، انا هكذا نبسو شويه ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك كيما راكم تشوفوا انا راني بسستو، هاوليك لازم يتبسس هكذا، ماشي لازم حتى تحكي وقعيتك، لا. هنايا واش راح ندي؟ هنا خديت الماء، هاوليك الماء انا راح ندير نص الكميه، هايليك نص كميه ونشوف يا ياخذوا كاع، يا ياخذ الكميه كامل تاع الماء يا سا ديبا. دوك حنا والسميد تاعنا هكذا، تشربي به قهوه مع وليداتك يجي الله الله. انا نزيد له شويه، راه شويه مسحق شويه ما متعجنش، ان شاء الله كي تلمي كيما نديرو حنا المقرط باش ما يديرش العلك. دوك انا نلمو هاوليك هكذا، تلحق لهاد المرحله تحبسي. دوك انا نلمو بزوج يديا ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك كيما راكو تشوفو، شوفو انا دالي الكميه كامل تاع الماء، هاوليك هاديك وكي تلمو هاوليك شغل تلمو كيما قلت لكم كيما المقرط هاديك، ولا تجينا تجي كيما تاع المقرط، ما تجيش جاريه جاريه وما تجيش ناشفه. دوك انا نسقم لابول تاعي تاع العجينه ونشكلها. حبيتي ديريه بالطابع، حبيتي ديريه كيما زمان تحلي العجينه كيما الكسره من بعد تقطعي دي كاري ولا تقطعي مقيطات، انتي واش تولي ليك. ديري الزيت سخون هكذا من جهه، ودي العسيله تاعك تدفى ماشي تسخن بزاف، باسكو المبسس او المتقبه تاعنا راح تكون سخونه، راح نطفوها في العسيله يسمى راح ياخذ حق تاع الشار تاعو وتعاود تولي. هذه هي بناتي خياتي، دوك انا ندير الزيت سخون ونشكل المبسس تاعي ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك كيما راكم تشوفوا راني نقلي فيهم، دوك انا بعد ما نقليهم راح نحطهم في العسل ديريكت في صحن التقديم. هاوليك بعد ما كملنا نبسس كيما وريت لكم، كيما راكم تشوفوا يجي ما شاء الله، يجي روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعرفوا واش راني حابه نقول لكم. شوفوا كيفاش يجي طري، يجي روعه، شوك شاو يتفتت غير تمسيه يتفتت، يجي ما شاء الله. هاوليك هاوليك مازال ما عطيت له حقه في التعسله، هاوليك يجي روعه. نتمنى ان شاء الله بناتي خياتي تجربوه، وكي العاده كما نقول لكم العوايد الله يجعلها ميزان حسنات ميمتي، الله يجعلها صدقه عليها، ربي يرحمها برحمه الله ان شاء الله، والله يجعلها ان شاء الله لكم ان شاء الله فيها الخير تاع هذا العام. حنا بدل ماشي بلا بيوش ولا، انا درت لكم المبسس كما راكم تشوفوا، ان شاء الله ايامنا كامل عسل وحلوين كما العسل ان شاء الله واكثر ان شاء الله، واللي عنده حاجه ربي يحققها له ان شاء الله يا ربي العزيز. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.